اهلا وسهلا بكم من جديد. كي كنقول لكم دائما نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم البنات غنجينا نقدم لكم واحد الاكله مكسيكيه كتسمى لو فاخيتاس ولا لو فاهيتاس. نتمنى البنات تعجبكم ونال الرضا ديالكم، وانا كنصايبها لكم. غنصايبها ان شاء الله بالخبز ديال التورتيه ديالها بالقمح الكامل وبالمقادير ديالها هي كيفاش كتصايبها البنات. نقدمها لكم ان شاء الله، نتمنى تنال الرضا ديالكم وتعجبكم. ولا بغيتوا البنات تعرفوا كيفاش كتصايب هاد لو فاخيتاس بقاو معايا نشوفوا المقادير مع بعضياتنا، لانني انا غنعجنها بالخبز، ما شريتش الخبز تاع التورطيه، غنصايبها بالخبز التورطيه غنصايبو لكم، وكيجي ناجح 100%. وغنصايب لكم الحشوه ان شاء الله باش كتخدم. يلا نمشيو البنات مع بعضياتنا. اول حاجه ان شاء الله كنبداو بها نقولوا بسم الله هي العجين. عندي هنا البنات المكونات ديال العجين، عندي الطحين ديال القمح الكامل واللي بنخاله ديالو، بزلافه كبيره وزلافه صغيره ديال الفورس، وعندي البنات المليحه حسب الذوق، وعندي البنات واحد ربيع كاس ديال زيت بلديه، اللي بغى يدير بزيت روميه يديرها ماشي مشكل. وعندي البنات واحد المعلقه د سنيده، وعندي البنات واحد نص علبه ديال لا كريم فريش البنات، اللي ما توفرتلوش يدير حك ديال دانون مسوس. هاد الحك هاد الكريمه البنات او حك تاع دانون مسوس هو اللي كيعطيها البنات ديك باش كتبقى لينا رطبه ديك خبز التورطيه ديالنا. صافي البنات غنخلط هاد المكونات وغادي نعجنهم بالماء دافي عادي، غنعجن بيدي البنات. عاد غادي كيما عودتكم دائما كندير يدي حتى كنخلط العجين ديالي مزيان، عاد غادي نعطي العجان يتدلك ليا ان شاء الله. وعندي معها البنات في المقادير واحد جوج معلقه د الزبده اللي ذوبتهم، من بعد غنوريهم لكم، كنزيدهم في الاخر ملي كنكملوا حتى كتدلك لينا مزيان العجينه، عاد كندخلوا في هذوك جوج معالق د الزبده البنات. يوما في عاده كيكونوا بوماد وكنزيدوهم. انا اليوم البرد بزاف في تطوان، بقات لي قاصحه الزبده ذوبتها ودرتها، جاتني خدمه عاديه. نتوما غتشوفوا معايا هنا البنات غندلك العجين ديالي، يتدلك ليا مزيان البنات. هانتوما اللي انتبهتوا، ها هي العجين ديالي تجمعات ولات كتله واحده مدلوكه، جوج معالق د الزبده كبارين ذوبتهم البنات، غنزيدهم على هاد العجين ونخليهم البنات يدلكوا مزيان تتشرب ديك هاد العجين كامل هذيك الزبده اللي درنا ليها، كتولي عجين رطبه رخوه تساعدنا للخدمه البنات. تبان لينا البنات راه شربات ديك الزبده كامله. صافي غنحيدوها من العجان وغادي نخليوها نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح. لاحظتوا البنات شوفوا العجين كي كتجي كتولي رطبه. صافي وراه ديال القمحه البنات بالنخاله ديالو كي قلت لكم غنغطيها بالفيلم اليمونتير، وغندير واحد الزويفه البنات ونحطها جانبا ونمشيو نصاوبوا الحشوه اللي غادي نصايبوا بها هاد الاكله المكسيكيه. هاد الاكله البنات معروفه اكله مكسيكيه هاد لو فاخيتاس. صافي هنا البنات غناخذ الصدر ديال لاداند عندي البنات، غنقطعوا شرائح اللي هي البنات كدار بصدر لاداند كدار بصدر الدجاج كدار البنات حتى باللحم هبره اللي كيكون طري يعني فيس كيطيب بسهوله. وهنا البنات عندي الفلفله مقطعه طريفات، انا كانت عندي في المجمد، هذه عاوتاني استيس نقولها لكم البنات، كنجيب الفلفله ملي كتكون موجوده كنقطعها وكنديرها في بلاستيكات في المجمد، وقت ما بغيتها البنات كنجبدها كنلقاها سهله. اللي بغيتها بحال هكا البنات كنديرها طويله، واللي بغيت ندير بها التكتوكه كنقطعها مربعات صغار للافاده فقط. كي كنقول هنا البنات خديت واحد البصله اللي درتها شنانف بحال هكا قطعتها غنشحرها في زويته مزيان تتهبط البنات، عاد غنزيد عليها ديك الصدر دجاج لاداند اللي عندي مقطع
الشرائح مع ديك الفلفله البنات، الفلفله صفراء والفلفله خضراء، ولا عندنا حتى الفلفله حمراء البنات كنديروها كتجي زوينه. ما توفرت لياش، خدمت لكم غير بهاد جوج الالوان اللي عندي. صافي البنات غنبقى نشحر فيها شويه مزيان حتى تبدا تدخل هاد التشحيرات ديال تلق راسها شويه البنات. عاد غادي نجيبو ديك العطريه اللي خاصه بهاد الاكله البنات. كتباع هاد العطريه البنات في كارفور، كتكون يعني ساشي واجد. ها هي البنات اللي انتبهتوا شوفوها، سميتها فاخيتاس، كتكتب هي الجي كتقرب هاش المكسيك البنات كيهضروا بحالهم بحال الصبليون الجي كيقولها كينطقوها خاء بحرف الخاء. هنا البنات غنقطع ديك الساشي ديالي وغنخويها فوق هاد الحيمات اللي درنا لهم غير زويته بلديه، ما فيهم درنا البنات لا ملح لا حتى حاجه، كلشي في هذيك الساشيه ديال ديك العطريه البنات. صافي البنات، وهنا كنبقى غنبقى نحركها حتى تشحر ليا كامل هاد المكونات اللي عندي. ومنين كتبدا تشحر البنات هاد المكونات مزيان ورانا العافيه البنات، ماشي مره العافيه مجهده، ماشي العافيه مهيله. هنا دايرين العافيه مجهده، غنبقى واقفه عليها وانا كنحرك تتشرب ليا ديك العطريه كامله البنات. وضروري كنزيدو فيها واحد ربيع كاس تاع الماء باش كتطلق لينا ديك لاصوص، وكنخليوها عاوتاني كتشحر البنات حتى كتشرب لنا ديك لاصوص كامله حتى كتوقف، لان ديك العطريه البنات كتكون يمكن فيها النشا كتجيب لينا واحد لاصوص خاطره ملي كنديروا ديك الماء وكتبقى تشحر كترجع كتولي لنا ديك لاصوص خاطره. انتم غتشوفوا معايا البنات النتيجه النهائيه، وحنا كنشحروا غنوريكم كيفاش. هنا هاي بدات كتشحر وغنوريكم كيفاش في الاخر البنات، شوفوا لاصوص كتولي خاطره كتعقد. لاحظتوا البنات هنا صافي شربات ديك لاصوص ديالها كامله ديك ربيع كاس الماء اللي درنا. صافي البنات دابا غادي نطفيو عليها نحطوها جانبا البنات، ونمشيو نصايبو الخبز ديال الطورطيه ديالنا اللي عجننا مع بعضياتنا من قبل وخليناه يرتاح. كنتبعوا المراحل البنات بحال هكذا كتجينا القضيه مزيانه. ها الخبيزه العجينه ديالنا البنات قطعتها دوائر، ها هي راه مرخوفه يعني غتجي طيعه للعمل. غنجيب الطحين ديال القمح حتى هو البنات غادي نرشو عندي سطح العمل كي كنقول لكم دائما كنمسحوه كننظفوه بشويه الخل واحد الزويف عاد كنخدمو فيه الا كنا غادي نعجنو فوق منه. صافي البنات انا غنحاول نديرهم البنات هاد العجينه ما غنديرهاش دائريه غنديرها مستطيله البنات باش تجيني في نبغي يعني نلف في هذيك ديك الحشوه تجيني تساعدني. صافي البنات غنديرو مستطيل، وراه عندي المقله شعلت عليها تتسخن البنات. كنحاولوا البنات نرقوها مزيان باش ما كيجيوناش باش كيجيونا كيجيونا زوينين قد ما ترققوا البنات كيجيو زينين، ما كيجيوناش معجنين الا خليناهم غلاض كيجيو شويه معجنين. وهنا البنات المقيله ديالي غندير شويه الزبده كما عودتكم دائما فواحد الكاغيط ديال الكوزينه، وغنمسحها مزيان كامله وكنبقى بين كل وحده وحده البنات كنمسح باش الا طاحت شي حاجه مثلا ديال ديك النخاله يعني الطحين كيتحرق كيعطي لون خايب البنات في الرغيف او في الخبز او فاش ما طيب اللي طيبته كنمسحوا البنات كنخليو لو بلون دو طرافاي اللي كنطيبو فيه نقي كتجي حتى الخبيزات نقيين. هنا البنات ضروري ملي كنخبزها كنغطيها مزيان باش كتعرق باش كتطلق راسها باش ملي نبغي نطويها تجيني تساعدني. الا خليتوهم عريانين كيبردوا كيجيو كيقروشوا كي كنقولوا يعني مثل مغربي. غنبقى مره نلوح لكم بشي كلمه بحال هكا تقبلوها البنات.
هنا هي البنات شوفوا التخبيزه ديالي هي غتبدا تنفخ الا لاحظتوا. ملي كيبدا لينا الزيت يتنفخ لنا البنات بحال هكذا كنعرفوه راه خبز ناجح 100%. شوفوا البنات الا لاحظتوا نفخت، ومع العلم انه ماشي الفرصه البنات راه القمح، القمح راه كيجي صعيب باش يتنفخ بحال هكذا، ماشي بحال الفرص. صافي البنات غنكملهم كاملين وغنبدا الحشوه ديالنا. هنا البنات انا كملتهم، غنجيب ديك فرماج البنات ديال الساندويتش، غنفرش كل يعني كل خبيزه غندير فيها جوج كما كتوضح لكم الصوره البنات بحال هكذا. وغناخد ديك لاصوص ديالنا اللي طيبنا، يعني صوص ديال الفاخيتاس كي كنقولوا، او غادي نعمر بهم البنات. وكتجي بنينه البنات هذيك لاصوص البنات، يعني كتجي عندها نكهه واحده اخرى، ماشي بحال ما عندهاش ماشي بحال النكهه ديال الشاورما اولا ديال الطاكوس اولا، هذه عندها ما يعني مذاق واحد اخر البنات. جربوا وغادي تشكروني. هنا البنات غناخذ واحد الكاغيط ديال الكوزينه ديال الطبخ، وغادي نحط فيه هذوك الخبيزات ديالي باش اللي كيهز كياكل البنات كيهز ديك الكويغيط، يعني كيهز ديك الخبيزه كتجيب واحد الشكل نقي، يلقى فاش يمسح يدو فاش يمسح فمو وكيلقى باش يشدها البنات. لاحظتوا كتجي شكل زوين بحال هكذا. غنعاود معكم البنات وحده اخرى ونتلاقاو من بعد ديك الساعه نشوفوا الشكل النهائي كيفاش قدمتهم في التبصيل. لاحظتوا البنات نعاود معكم هذه كنديروا ديك فرماج الساندويتش، وحيت انا البنات كنخدمهم باقيين سخان، ما غنسخنهم لا في بقله لا في ديك ديال الطوست. صافي من هنا غنقدمهم البنات، هما اصلا باقيين سخان، يلا خبزتهم باقيين طريين وبقى الحشوه ديالي سخونه. صافي كنوجد في ساع وكنحطهم البنات كنسيغ فيهم كيكونوا ناضيين، وإلا كانوا باردين البنات راه كنسخنوهم اما في كنديروا المقله وكنسخنوهم في المقله. صافي بنفس الشكل البنات غنعاود معكم نفس التغليفه ديال الكاغيط اللي غنغلفنا بها البنات ديال المطبخ. كيجيو البنات بهاد الطحين ديال الزرع وهاد الحشوه كيجيو لذاذ بزاف، كنتمناكم البنات تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير تقولوا لي كيجاوكم اكل مكسيكي، وكيكونوا ديك الحشوه البنات كتكون شويه حاره ماشي بزاف شويه، كتجي لذيذه وصحة والراحه البنات. انا قدمتهم بهذا الشكل الا لاحظتوا مع شويه ديال الفريت مع كيتشوب مع واحد الهريسه ومع ديك لاصوص ماروكين البنات، وقدمتهم هكا بشكل فردي. كل كاينه كنقول لكم دائما انا وبنتي كل واحد كنحطو جويجات بحال هكذا، وبالصحه والراحه البنات. كي كنقول لكم دائما الى عجبكم تابوناو بارطاجي وديروا لي لايك، دعموا القناه ديالي بكم تزيد القدامة البنات، وشكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. شوفوا البنات ها هي كنوريكم زيت وحيده كنوريها لكم، كيجي الشكل ديالها زوين وانت كتهزيها باش تاكلي بديك الطريقه اللي وريتكم ديال ديك الكاغيط. وبالصحه والراحه.